حياكم الله أهلنا متابعينا في كل مكان، ومرحبا بكم في برنامج عكاظ الطف الموسم الثاني. وهذه الحلقة اللي راح يكون ويانا بها ثلاث شعراء، مثل ما تابعتونا في الحلقات، بعض الحلقات يكون عندنا أربع شعراء، بعض الحلقات ثلاث شعراء، يعني نحاول أن نوازن مع وقت الحلقة بين طول القصيدة وقصرها. ولذلك بعض القصائد صراحة ما أخذت حقها الكامل بالكلام عنها، فيها الكثير الكثير من الكلام، ولازلت أكرر وأؤكد على أنه ما نطرحه اليوم هو بقالب القراءة النقدية الأولية، مراعين كل ظروف مقبولية النقد وما شابه. لذلك وقفنا على مواطن الجمال أكثر، أولا لأنه الموضوع متعلق بالقضية الحسينية، وثانيا هنا القصائد جاي تطرح بجمالية وبحذر وباهتمام. قد يكون بعض الأخطاء تصدر من بعض الشعراء الشباب في مفردة، في جملة، في دلالة، في صياغة. هذا لا يعني أنه نلغي الشاعر ونقف فقط على هذا الخلل اللي قد يقع. المفروض أنه تكون أكو حالة من الأبوية، حالة من الرعاية الحقيقية والمتابعة من أجل تقويم القصيدة حتى تصل بالشكل الجميل. الأمر الثاني أنه ممكن أنه نحدد خيال الشاعر بثقافتنا إحنا. قد يكون هنالك أمر أنا مؤمن به، أنا متقبله، بس الشاعر ما متقبله. قد تكون ثقافة الشاعر أعلى من ثقافة المتلقي، أو أعلى من ثقافة الناقد، أو من يتعرض بالنقد للقصيدة. فهذا أيضا لازم يحسب حسابه. العمر لا علاقة له بالشاعرية، العمر لا علاقة له بالملكة الشعرية، العمر لا علاقة له بالموهبة، مثل ما لا علاقة له بالأكاديمية. قد يكون شخص عمره 70 سنة ولكن يراجع طبيب عمره 22 سنة 24 سنة. قد يكون إنسان عمره تجاوز 6 عقود بس يلتجئ إلى مهندس عمره ما تجاوز 30 حتى يصمم لها، حتى أكاديميا هذا معمول. بقضية الشعر، العمر مو معناتها أنه ما دام صار عمره أكبر فهو أشعر، لا، لكن هذا لا يعني أنه الأشعر وإن كان شابا لا يحترم الأكبر ولا يحترم تاريخه ونزله. وهذا الحمد لله ما موجود بشكل اللي يثير الضجة ويثير الانتباه في وسط. قد تكون أكو حالة اثنين، لكن أغلب شعراءنا الشباب يحترمون أسماءهم، يحترمون الكبار، يجلون تجربتهم. أكو ظاهرة واحد اثنين يحاول أن يتطاول، يحاول أن يطرح نفسه بلغة صفراء. ما أقدر أتكلم بأكثر من هذه العبارات ونحن على شاشة قناة الإمام الحسين وفي برنامج عكاظ الطف أمام هاي النصوص الحسينية الشعرية المبدعة. اليوم ويا شعراء جماليات القصائد مالتهم كانت بمستوى القصائد السابقة. كل الشعراء شاركوا بعكاظ الطف، كل واحد كان إلى لونه وإلى إثارته وإلى أدواته وإلى جمالياته اللي اشتغل عليها واللي دعتنا إلى أنه نكون قريبين من عندهم أكثر بقضية الشعر الحسيني. والقصيدة الأولى اللي راح نستمع لها هي للشاعر علي كريم من البصرة، فلنستمع لها سوية. عندما أراد الإمام الحسين سلام الله عليه حمل أبي الفضل العباس عليه السلام، نظر العباس بعين الإمام الحسين عليهم السلام قائلا: أخي يا حسين، دعني هنا
فإني أستحي أن تراني النساء على هذه الحالة، ولكن أخبرني عن النساء وعن المخيم. قال له الإمام الحسين: شو الصف لك، شو الصف لك خواتك وقفا وطاحا، طحت واسم الله كلهن بالخيم صاح. شو الصف لك خواتك وقفا وطاحا، طحت واسم الله كلهن بالخيم صاح. وجيتك ركض خاف من التفت تنداس على ذباح ولد عيوني ما دارا، بركاض على الاكبر ما مهطر هيج قبلك يا جدام بهالثقل صارا، جفوفك ما قدر ترفحن من القاع من طاحا، ورد تصفق جفوف عليك بس حسيتهن ماتن مثل الرايد يصفق ببطن الما يحسهن قوة يتلاقى. نسالم سلام الغربة وإحنا أخوان، ذرعانك علي هالمرة ما دارا، هاي سهامهم لو بالنخل شاطاح، اعلى صدرك طاحن وقبة سعف قاما. هذا الطايح انت اش نزلك للغير؟ معقول التواضع هذا بغاية؟ معقول الفراق بلا عتاب يصير؟ عاتب حتى لو علمام سواية، احتمال تكتلو بنص الطريق يموت اذا ظلت بصدر الرايح احجاية. وبطيت مقابلك، بطيت مقابلك من ما قمت مجبور، خفت تشوف ظهر مسند بالرايح، اللي يريد يغطي جرحه يغطي كسره يغطي عيبه، وما يعرف شلون اكثر بشر يبطق بال المرايه. شو اصف لك جهالي من العطش عباس، يبسوا مثل الرماح المتتشاي، وصابيع الرضيع تشانن موردات شوي يضعف من خيوط المصلاي، شحط بطوس المتانينك على الباب، شخل بطوس المتانينك على الباب، العذر ما ينشرب واطفالنا هواية، آخ العطش كان سواي تسواي، مثل ما ينضم المفتاح على المسجون هيج الغيم ضم على الخيم ماي. أصعب فرقة كانت فرقتك عباس، كسرت الما كسرت حجاي توراي. الله يا علي الله، يعني بكل صراحة أجدت بترجمة الحزن. هذا لسان المتكلم داخل القصيدة ترجمة لشعورنا، للي ممكن أن يرسم في 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 خيالنا. إذا نجي نستمع للمقتل ونغمض عيوننا ونبدأ نستمع للمقتل ونبدأ نرسم الأحداث، تصل إلى مرحلة تقوم تشتم ريحة عطاب، تحس بالغبار من حولك، تسمع الصهيل، تشعر بحرارة الجو. أنا أتذكر في يوم من الأيام سألني أحد الشعراء، قال لي شلون أقدر أكتب قصيدة بها شيء جديد من القضية الحسينية؟ قلت له اسمع المقتل، وروح قلت له اسمع المقتل، واليوم هم أقول للشعراء، لكل شاعر يريد أن يكتب قصيدة عن الإمام الحسين عليه السلام، كبير أو صغير، شاعر أو شاعرة، فصيح
أو محكي شعبي، فليستمع للمقتل، سوف تخرج بقصائد، بموضوعات، بمفردات، بجمل، بصور، بفوتوغراف لم يستهلك ولم يطرق. وأنا قلت أن ميزة القصيدة المنبرية إنها نقطة لسطر، وميزة قصيدة المنصة إنها سطر لنقطة. وبالمتابعة اتضح لي أنه بالإمكان أن تكون القصيدة الحسينية هي نقطة لسطر، من نقطة تنطلق ترسم. هذا أول بيت بالقصيدة هنا أنا علي كريم، أول بيت يخلي ما أعرف يعني تحسك خلاص تقف أنت. المفروض علي كريم يقرأ هذا البيت ويعطي مساحة من الصمت وبعدين يكمل. شو أصف لك خواتك وقفن وطاحن، طحت واسم الله كلهن بالخيام صاحن. هذا يفحط هذا البيت. علي كريم، أنا جاي أسجل الحلقة والجمهور وجد الفتلاوي والمصورين جاي يبكون من قراية البيت. أنا هسه بكوا من سمعوا القصيدة هناك وناس بكوا، وحتى المونتير اللي يشتغل القصيدة اللي هو عدت هذا البيت خلص ان انا انتهى. علي كريم انت هنا انا ما اريد اقول لك بسرعه، انت قضيت على نفسك بهذا البيت بهاي القصيده. بيته هواي باختزال، هواي بتكثيف، هواي بدراما، هواي بشغل، بفوتوغراف شعري. وشو وصف لك خواتك وقفن وطاحن، طحت واسم الله كلهن بالخيام صاحن. دخول ممتع ومقتدر يترجم شاعرية. لذلك أنا من دخلت إلى هذا النص هذا جعلته وحدة ورجعت إلى النص لحالة، وشفت إنه علي كريم بعد بهذه الإمكانية وهذا الجمال الفوتوغرافي مثل الرايد يصفق ببطن الماء. الله الله الله، نتسالم سلام الغربة وإحنا أخوان، ذرعانك عليها المرة ما دارا. شين هاي الترجمة؟ هذا فن الإحالة، من غير ما يقول جفوف العباس مقطعات، من غير ما يذكر الحسين جالس عند أبو الفضل العباس. هذا شعر، هذا إبداع، هذه صنعة، والشعر صنعة. هذا الطايح انت ايش نزلك للغيم؟ شوف عنصر الدهشة، شوف الوقوف على محطة الكبرياء بذكاء. هذا الطايح انت ايش نزلك للغيم؟ معقول التواضع هذا بغاية؟ عمي هذا الشعر، هذا 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 ابداع. اي نعم هذا ابداع. وبطيت قبالك ومن ما قمت مجبور، ليش؟ شوف الآسرة اللي يشتغل عليها الشاعر، بين الربط ما بين الصدري والعجز، بالربط ما بين طللية القصيدة وخاتميتها. وبطيت قبالك ومن ما قمت مجبور، خفت تشوف ظهر مسند برأيه، الآن انكسر ظهري الحسين العظيم، لأجل الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. شنو اللي يريد يغطي جرحه وما يعرف شلون؟ أكثر بشر يبطق بال المرايه، لغة وجدانية، جملة وجدانية، عبارة بها ترافة بس ترجمة الحزن. اللي يريد يغطي الجرحى وما يعرف شلون، أكثر بشر يبطق بعض المرايا.
وأصابع الرضيع الشانة المردات شوي ضعف من خيوط المصلاية عظيم. هاي المقدارية الخطرة أخ من 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 أخطر ما يقف عليه الشاعر هو المقدارية داخل النص. عندما أريد أن أقدر الدمع، أقدر الحزن، أقدر الخوف، عندما أريد أن أقدر هذا الضعف، هذا النحول، المقدارية فن. لما وقف على الرضيع هذا كائن مقدس، جاب له شيء مقدس اشتغل عليه، شوي يضعف من خيوط المصلاية. جميل، هذه حرفة، هذا احترام. الله الله، شحط بطوس المتاني تك على الباب. هذا يحتاج صراخ من النساء، هذا البيت يحتاج يعني بالضبط يا بوي، أرد أقولها، يحتاج يا بوي من النسوان. شحط بطوس المتانيتك على الباب، العذر ما ينشرب وطفان هواية. شعر يا علي كريم، علي كريم شاعر، علي كريم مهم. وكنت مهذبا في الختام، كسرت الماء كسرت حشايته ورايه، كنت مهذبا في الختام ورائعا، وختمت بجمالية. انتقالتك بالقافلة، القافية الأولى كنت أنتظر من عندك أن تكون عندك تركيز أكثر بها، لكن هذه عمي هذا قصيدة رائعة وجميلة. ومن جمال علي كريم إلى جميل الغزالي، ومن صلاح الدين ننتقل إلى القصيدة. خبطت والطعم للدنيا دين فلوس، وسنارة غدرهم صادت الأخوث، بناقوس العقول الجهل دق آذان حي على الورد دينار ظل يلهث. المواقف بس حكي، بس حكي الدينار واقع حال، بمقياس الحداثة الغدر كان أحدث، بمحكمة العطر كان الحكم دخان، الكفة هناك كانت حصة الأخبث، الضوء طالب لجوء، الظلمة لعبة دور، نزل صيت النفع وارتفع صيت الغث، الحق أعلن فلاسه بديرة الخذلان، ونهاية مسلم استبيان للمبحث، ضمير الانتخاب حسين والعباس، وضمير الانقلاب الشمر والأشعث، وهي بيعة نقائض دين لو دينار، وبيعوا بيها دين حسين ما تنكث. المواقف عمر ثاني الما فزع ينعاب، الشجاع يعيش بس يموت المخنث، اللي يموت ويظل ذكره وموقفه ينقال، بكل مجلس مواقف ينذكر يبعث، وانصار المشاعر كانوا يغيمون، غيظ وغيرة ذا شافوا حسين انغث، قصصهم غيرة زخت وقت شحت ماي، بمعجم رايهم ممنوع حتى النث، مشوا ومشيت بياض بكل صفات اللون، واجتمعوا نقائب زمن كل شرث، وكشخوا والحسين اختارهم هندام، ناصع ماكو يوم بعايزة تلوث، اجتمعوا ورايحوك براس بن قرآن، ما يوم بمصير الناس ظل يعبث، النحر ثورة بقاء السيف عابر كان، ونحر عبد الله أشجع من المثلث، احتدمت والبقاء لله والهم صار، رغم ما حاول الطاغوت أن يجتث، ذكرهم بس بقوا والرايد الله يصير، يسكت سيفهم والنحر يتحدث، ورغم إعلامهم والطمس والتعتيم، كلام الشمس غصبا على غيوم البث. جميل جاسم عمران الغزالي، مواليد 1979، من صلاح الدين. طبعا ولاده في بغداد، البدايات كانت بال 2007، كتب للمنبر قصائد جميلة وكتب الأنشودة، شارك بمهرجانات وشكل حضور.
قبل أن أخذ القصيدة جميل الغزالي، يا جماعة هواي جمال كان، هواي كان إبداع بعكاظ الطف، امتلأت بالجمل الشعرية الرائعة، كل وحدة بلون وكل وحدة بلغة وكل وحدة بعمر وكل وحدة بثقافة وكل وحدة بصياغة، بحيث ما تعرف كمن يجلس على مائدة مليئة بالأطعمة الطيبة ويحتار منين يتذوق. الرمزية موجودة، النص المفتوح موجود، الأهزوجة، الأبوذية، الدارمي، القصيدة العمودية، الفوتوغراف الشعري، الصورة الشعرية، الصورة الحركية، لسان الجمال ولسان الجلال، لسان المقال ولسان الحال، جميل جميل، متعة أحسد عليها حقيقة، أو خلنا أحصح أغبط عليها. وهسه هنا أنا أقف مع شاعر جميل الغزالي، من خلال القصيدة يثبت للمتلقي أو يقدم للمتلقي شاعرا مثقف ممتلئ، يقف على قافية خطرة، قافية الثاء، مو من القوافي السهلة، مو من القوافي المتداولة. وقوفه على هاي القافية انطاه فرصة أن يقف على جمل جديدة وموضوعات جديدة وصياغات جديدة ومفردات غير مستهلكة بالشعر الشعبي العراقي، وهذا كله يحسب له. اشتغل على أسلوب التأسيس والتأثيث، يؤسس للجملة ويؤثث للصورة داخل النص، ووضع رسمة لطللية للقصيدة، واشتغل على 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 حالة من التصاعدية داخل النص. المواقف بس حش الدينار واقع حال، هاي حقيقة، حقيقة وقف عليها الشاعر. المواقف بس حش الدينار واقع حال، ضمير الانتخاب حسين والعباس، وضمير الانقلاب الشمر والأشعث. شوف التلاعب بالمفردة بين لغة اليوم، جرس مفردة اليوم وجرس مفردة الأمس، بذكاء. وهي بيعت نقائض دين لو دينار وبيعة، وبيها دين حسين ما تنكث. جميل جميل. وكان لديه حرص وحذر في استخدام المفردة بالقافية للوصول إلى الروي بمقدار طيب لا بأس به. مشوا مشيت بياض بكل صفات اللون، هذه الجملة الأكاديمية. عندما أقول إن الشاعر يستطيع أن يترجم ثقافته وأكاديمية داخل النص بهذا الشكل، مشوا مشيت بياض بكل صفات اللون، البياض به كثير من الدلالات، كثير من الصفات، كثير من الرمزيات والتعابير. وكشخوا، والحسين اختارهم هندام ناصع، ماكو يوم بعازة يتلوث، اجتمع وراي حوك براس بن قرآن، كنية وعنونة جديدة غير مطروقة غير مستهلكة للإمام الحسين عليه السلام بالشعر. النحر ثورة بقاء، السيف عابر كان. الله الله على هذا الإيقاع وهاي الانتقالات الحادة اللي ترسم الحقيقة وتوصل المتلقي لقصدية النص. ونحر عبد الله أشجع من المثلث، شوف ذكاء الشاعر. النحر ثورة، النحر ثورة بقاء، السيف عابر كان، ونحر عبد الله أشجع من المثلث. عندما يكون الشاعر بهذا المستوى من الذكاء في طرح الشجاعة بعمر معين، هنا يستحق الاحترام ويستحق أن يشار له بالبنان، بالبنان. جميل يا جميل. ويصل يصل إلى 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 الختام، ويؤسس إلى ذلك ويؤثث للصورة الشعرية
ذكرهم بس بقوا الرائد الله يصير يسكت سيفهم والنحر يتحدث. جملة خطرة مليئة بالاختزال. كان لهم القدرة على كل شيء ولكن لا، يسكت سيفهم والنحر يتحدث. انتصار الدم على السيف. ورغم أعلامهم والطمس والتعتيم كلام الشمس غصبا على الغيوم انبث. هذا الختام اللي اشتغل عليه الشاعر بالوقوف بوجه الأقلام الصفراء والتاريخ المزيف اللي يحاول أن يطمس حقيقة الحقيقة المحمدية ولكنه لن يستطيع ولن يصل إلى ذلك. ومن صلاح الدين إلى بغداد والشاعر عباس مراد. عباس قم وانفض تراب المشرع، كفيك عمود الخيام المدمعة، لا يرتوي بالماء من يفقد أخاه، ما حال من بالطف تفقد أربعة، لو مت من يبقى لوحشة زينب، من يا ترى ليلا يضيء الواسعة، زينب زينب تناديني بقلب مخيمي، أحضر لي العباس يا للفاجعة، يزين براحل بطول الشمس سدها، هد جفوفة بس الجربة ما هدها، بعد حقها لخيام الطيح وصل بنار، بفاضل طاح المن واقف اشعدها، باخر نظرة جنه يقل لي قل لمعون قل لمعون خل تعذرنك ان ترجع مواعدها، بس قلها اي قلها على وجه الجيش دور اثار، اخشوم الزلم كلها برجله ما ردها، الفرس ما تمشي صار الصعده نزل القاع، كثر ما خوج ذيك الجثث حاصدها، نزل من الفرس عروس نزل الشيب، شواربهم بحافر خيلهم شدها، معنى الجاذبية انعرف من عباس، من طبروسهم طاحت لوحدها، ثنيت ركبته على الجرف حفرة بير، يترس يترس والسيوف بظهره زاهدها، التفت وزمة نخل صارت بعين الجيش، السبع يلقى له نخلة ويلبد بسدها، منهم ما سلم بس بعرض أشكال، الشرد وسواية ابن العاص قلدها، رجفة وكثر ما رف في رغ العباس، رجفة الطيرة ذاب الشب شصايدها، منهم ما سلم بس بعرض أشكال، الشرد وسواية ابن العاص قلدها، عباس عباس الوحيد اللي ما يشيل قراب، هام السيف فوق الروس مقعدها، أريد القال خد ما ساطر العباس، النظرة تعبر على الخيم يجلدها، من دق صدر بيده الدرع صار رماد حار، ومن يجي الزينب يبردها، حلات على النهر يشبه صلاة العيد، يشبه ريح تم الماك ومن عدها، قل رخصني قل رخصني قلت ليدك إلك مرخوص، الحرب ما تخسر العباس قائدها. عباس مراد عبد مواليد 1994 في بغداد، البدايات كانت بال 2013، شارك بمسابقات ونال مراتب متقدمة، كتب للمنبر وللأنشودة، وكتابته للمنبر بقصائد متميزة وذكاء وحرفة. أنا استمعت لبعض قصائد عباس مراد، شعرته يجيد فن كتابة القصيدة المنبرية. من مدخل القصيدة، من مدخل القصيدة تشعر الشاعر تقصد أن يجعل من البداية في كل شطر إشارة وفي كل شطر تأثيث لصورة، وهذا محسوب كان عنده،
ومن ثم بدأ يرسم جمله ما بين، يوزع الجملة ما بين الصدر والعجز ويضع آصرة بين هذا وذاك، وحتى يصل إلى هدفيته. وهذا الدليل على قدرته في سباكة وحبكة النص الشعري ويحسب إلى بالبيت. من يقول معنى الجاذبية نعرف من عباس، من طب روسهم طاحت لوحدها. استخدام المفردة الأكاديمية والحداثوية داخل مفردة اليوم، أقصد داخل النص الشعري، تكون تجذيرا جميلا إذا وضعت في مكانها الصحيح. وهنا الشاعر واضحة في مكانها الصحيح. معنى الجاذبية نعرف من عباس، من طب روسهم طاحت لوحدها. يريد أن يقول الشاعر أن دخول العباس أدخل الرعب في القلوب حتى أماتهم. علي بن أبي طالب له قول بما معناه إنه كيف سئل كيف تسيطر على عدوك، قال من الرعب الذي يكون هو يساعدني على نفسه على قتله، لأن هو مرعوب من داخلي. لما طش الخبر العباس طبل المشرعة حالة رعب صارت، ماتت الزلم وحده. ويبدي يعود إلى هذه التأسيس اللي يشتغل عليه ويؤثث بصورة أخرى. التفت وزمة نخل صارت بعين الجيش، التفت وزمة نخل صارت بعين الجيش. شوف الهروب، الهزيمة والانتصار شلون المسجن بهذا الشطر بهذه الجمالية. وهذا يحسب للشاعر، رجفة وكثر ما رف بيرغ العباس، ويستمر ويؤكد. هذا 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 شغل، هذا شعرية جميلة، جميل يا 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 عباس. منهم سال منهم ما سلم، بس سلب عرض أشكال الشرد وسوايت ابن العاص سواها. عفوا، الشرد وسوايت ابن العاص قلتها، لأن هو روى عند الدال. شوف الاستعارة التاريخية وتوزيع الأدوار، هذا العدو ينتمي إلى أي حادثة وإلى أي موقف وإلى أي صنف، والذي أقبل ينتمي إلى 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 أي تاريخ وإلى أي صلب، من أصلاب شامخة مطهرة. شوف يترجم الشاعر ثقافته، من دك صدر بيد الدرع صار رماد، حار ومن يجي الزينب يبردها. الله الله، الكبرياء والعاطفة، الشراسة والرقة، فن فن. وأجمل ما قرأت هنا هذا هذا هذه 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 الإثارة وهذا الالتقاط الشعري. يقول يخاطب العباس، يقول حلاتك عن نهر تشبه صلاة العيد. جملة بيها حكي مال حلقة كاملة. عباس مراد تعال بابا، انت تعرف ايش قايل هنا؟ بالمناسبة انا هذا البيت اتصلت بعباس مراد، الشاعر الوحيد اللي اتصلت بيها. قلت لعباس انت تعرف ايش قايل؟ انت تعرف ايش مسولف بهذا البيت؟ ايش مختزل هنا؟ نطقه لسان روح القدس على لسانه عندما قالها الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله إلى حسان بن ثابت. يقول لا زال روح القدس ينطق على لسانك ما دمت معنا، حط لها شرط، حلات على النهر يشبه صلاة العيد. شنو الأعياد الثلاثة؟ عيد الأضحى، عيد الفطر، وعيد الجمعة. الجمعة الصلاة، الحج، الصيام. شوف صلاة العيد يصليها الصائم عندما يختم صيامه، صلاة العيد الأضحى عندما يختم الحاج الحج مالته،
صلاة الجمعة، صلاة والله بعد بيها حكي، والله بيها حكي، والوقت خلاص، الحرب ما تخسر، العباس قائدها. نعم، ختام رائع يا عباس مراد. وأستودعكم الله أحبائي متابعي برنامج عكاظ الطف، على أمل أن نلتقيكم قريبا، في أمان الله.